بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شارع رئيسي عرضه 60 متر، شقة النهاردة تاني نمرة من الشارع اللي قدام حضراتكم ده. هنا كده بيجي لنا المدخل بتاع العمارة. ده كده يا جماعة المدخل اهو، ما شاء الله مدخل شيك جدا، كل رخام الارضية والجدران، والسقف بتاعه جبسن بورد، بس السقف بتاعه طبعا لسه بس على الدهان لان البرج جديد يا جماعة، لسه هيدهن بس الجبسن بورد ده ويتحط الليد لايت. وعندنا اتنين اسانسير، واحد شغال والتاني تحت الانشاء. كده يا جماعة احنا وصلنا الدور اهو اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. نبدأ بقى نخش كده برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 185 متر تحت العجز والزيادة. شقة 3 غرف وريسبشن ومطبخ وتلاتة حمام. أول ما بندخل كده من الطرقة دي بيجي لنا هنا كده على الشمال الريسبشن وحمام الضيوف وبلكونة أمامية، وهنا كده على اليمين بيجي لنا المطبخ امريكان والثلاث غرف والاثنين حمام، الحمام الرئيسي والحمام اللي في الغرفه الماستر واثنين بلكونه كمان خلفيه. تعالوا كده الاول نشوف الريسبشن وبعد كده نرجع نشوف الغرف. هنا كده يا جماعه ده الريسبشن اهو ما شاء الله، ريسبشن قطعتين، وممكن كمان لو حابب تخليه يشيل ثلاث قطع يشيل معاك تلات قطع. تعالوا نشوف الاول هنا الحمام اللي هو بتاع الضيوف الاول. ده هنا كده حمام الضيوف اهو. ده حمام الضيوف طبعا بيكون قريب من الريسبشن عشان يبقى لو عندك ضيوف ولا حاجة ما يخشوش يجرحوا الغرف عندك جوه. ده هنا كده بقى اهو يا جماعه الريسبشن، وده كده التشطيب بتاع الشقه اهو ما شاء الله. ده كده يا جماعه الريسبشن اهو. دي هنا كده التي في كورنر. تعالوا بقى نشوف من هنا البلكونه الاماميه. دي كده ما شاء الله يا جماعه البلكونه اهي زي براندة جميله كده، دي عرضها تقريبا 2 متر او اكتر من 2 متر كمان، ما شاء الله مساحه حلوه جدا. واجمل حاجه كمان ان فيها خصوصيه حلوه جدا، مفيش حد قدامك. بصوا يا جماعه المسافه بينك وبين الجار اللي هناك قد ايه، مسافه كبيره جدا، يعني كده كده انت عندك خصوصية حلوة جدا. وفي حاجة كمان ان احنا لو قفلنا الستاير، لو قفلنا الستارة كده انت بقى عندك كمان خصوصية اكتر، ممكن بقى تعمل هنا قاعدة، تحط ترابيزة وكراسي براحتك، ما شاء الله المسافة او المساحة معاك حلوة جدا. دي كده البلكونة الامامية. تعالوا بقى نرجع نروح نشوف الغرف والاتنين بلكونة الخلفية كمان، حاجة جميلة جدا يا جماعة. بس طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا يا جماعه نرجع بقى نروح نشوف الغرف. دي هنا كده اهي طرقة التوزيع برضو بالديزاين الجميل ده. معلش بقى كمان السبوتات مش موجوده، في سبوتات مش موجوده فتلاقي الإضاءة إيه مش واضحة قوي معانا. ده هنا كده باب الشقة اللي إحنا جايين منه أهو. ده هنا كده الأمريكان كيتشن أو المطبخ الأمريكاني، مفتوح من الجنب ده ومفتوح من الجنب ده، زاوية شكله جميل جدا. هنشوفه دلوقتي، بس تعالوا نشوف الأول الغرفة الأولى. دي كده أول غرفة معانا، وبعد كده نرجع نشوف المطبخ والغرف التانية. دي كده يا جماعة الغرفة أهي، ما شاء الله مساحتها حلوة جدا. دي كده الغرفة اهي،
مساحتها تقريبا 4.5 في 4.5 الصافي يا جماعة، ده انا بتكلم في الصافي. وهنا كده ده الشباك ده، بص بقى يا جماعة الفيو من الشباك ده اجمل حاجة في الشقة. التلات اهرامات يا جماعة ظاهرين معاك. تلات اهرامات. الشقة يا جماعة كلها بتبص على الشارع. ما شاء الله حاجة جميلة جدا. دي كده الغرفة الأولى. بعد كده نرجع. تعالوا نشوف الغرفة التانية وبعد كده نرجع نشوف المطبخ. هنا كده الغرفة التانية اهي يا جماعة. دي تعتبر غرفة النوم الرئيسية. وفيها حمام. وفي برضو هنا تي في كورنر. وهنا البلكونة هنشوفها برضو دلوقتي. هوري لحضراتكم بس مساحة الغرفة الأول. دي كده الغرفة اهي. ودي المساحة بتاعتها. وطبعا ده دريسنج اللي ورا السرير ده دريسنج. هوريه برضو لحضراتكم. بباب جرار كده. ده دريسنج برضو. دي لمحة سريعة كده. وهنا كده الحمام الخاص بغرفة النوم دي. ده كده الحمام اهو يا جماعة. بالشباك ده هوريكم برضو الشباك ده بيبص على ايه. تعالوا بقى نشوف هنا كده البلكونة. دي كده البلكونة اهي يا جماعة ما شاء الله شايفين الهواء. ده الشباك اهو اللي هو بتاع الحمام. بصوا يا جماعة بقى الفيو من هنا ما شاء الله احلى كمان من الفيو من قدام. اللي قدامكم ده يا جماعة شارع الهرم الرئيسي. ان شاء الله فيو جميل جدا وبرده مش مجروح. دي كده يا جماعه تعتبر الغرفه الثانيه. نبدا نرجع بقى. تعالوا نشوف برده المطبخ ونشوف المساحه بتاعته. هنا كده بقى يا جماعه في حاجه برده حلوه هنا، في صنداره هنا لو حابب تخزن فيها حاجه تعين فيها حاجه برده. دي حاجه جميله اصحاب الشقه عاملينها. هنا كده بقى المطبخ اهو. ده كده الحوض بالرخامة بتاعته. ان شاء الله مساحته حلوة. برضو هنا في الجزء التاني اهو بتاع المطبخ برضو. ان شاء الله يا جماعة تقسيمته حلوة جدا. ده كده المطبخ. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام الكبير، الحمام الرئيسي. ده برضو بيبص من الشباك ده على الهرم الرئيسي يا جماعة، نفس الفيو بتاع البلكونة الصغيرة اللي احنا شفناها دلوقتي. ده كده برضو السقف بتاعه اهو بالجبس الاخضر. بعد كده بقى نخش نشوف الغرفة التالتة. دي الغرفة التالتة اهي يا جماعة. الشقة كلها يا جماعة جبسن بورد. ما شاء الله المساحات حلوة جدا. الناس اللي بتحب المساحات او كده الشقة دي ان شاء الله تبقى مناسبة ليهم جدا. ده كده هنا في اتنين سريرين
وهنا كده برضو في مكتبة، وهنا بقى البلكونة التالتة. دي البلكونة التالتة اهي يا جماعة، ما شاء الله الهواء جميل جدا. يعني دي تعتبر البحري برضو، شايفة شارع الهرم الرئيسي. دي كده يا جماعة الغرفة التالتة، ودي كده الشقة بتاعت النهاردة. نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية كده بسرعة. الشقة مساحتها 185 متر تحت العجز والزيادة. الشقة ثلاث غرف ورسبشن كبير قطعتين، وممكن يبقى ثلاث قطع، ومطبخ امريكاني، وثلاثة حمام، منهم حمام في غرفة ماستر، وفي عندنا ثلاث بلكونات، بلكونة أمامية واثنين بلكونة خلفية. الشقة في الدور الثامن، البرج 12 دور. الشقة فيها مطور مياه خاص، غير كمان المطور اللي مع العمارة. بالنسبة للكهرباء ممارسة، والغاز على باب العمارة. الشقة مطلوب فيها 1,100,000 جنيه، ولكن يعني صاحب الشقة بالنسبة للحاجات اللي هي ناقص فيها شوية سبوتات وشوية حاجات، فهو برضو عمل تخفيض 50,000 بسبب الحاجات دي. لو انت حابب برضو تغير لون وبتاع، فهو عامل حساب كده. يبقى سعر الشقة 1,050,000. الشقة عنوانها شارع الهرم، تاني نمرة من شارع الهرم الرئيسي، بجوار فندق مينا بلس وجوار شارع اللبيني. ولأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب، هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.